Reports. Reports. On Melody. Okay, stand by. Roll. What's the fuck? ما وظفني. برنامج ما فهمتله بتعرفي هو برنامج أسبوعي بيتحضر كل أسبوع بأسبوعه. نعمل قاعدة بنحط أفكار مع بعض، هذا عادة بيكون نهار الثلاثة، بنركب سكتشات ونحط الأفكار ومن بعدها ببلش التحضير والتصوير، بيكون عادة نهار الأربعاء بتطلع الحلقة على هو نهار الخميس. نحن أصحاب ونحن بنحب بعض كتير واللي بدك إياه، بس ما بيكون في عنا تصوير، الكل بيكون جاي وعنده مسؤولية وعارف إنه لازم نخلص الحلقة بالوقت المحدد، فبيكون في كمان جو من الاحتراف يعني أكيد باللوكيشن ميلودي، يعني فوتكم بالصدارة إن شاء الله والله يوفقكم. ميلودي قوية، ناصر فقير. قال الحالي صعب كثير وما في عنا وظايف. الكاركتر اسمه فريد الرئيس، بحبه كثير لأنه ما عنده اعتبار لحدا، عرفتي هيك بيع الدنيا يعني، وما انه محترم ما بيحترم لا أمه ولا بي، يعني من انطلق من هون وكل همه يلعب سبق. لو كاركتر فريد حقيقي كنت بتمنى يكون صاحبي بلا مخ انسى ما وظفني. ما في منافسة، يعني كل البرامج أنا باعتقادي أنه بتنافس بعضها، هو البرامج الصغيرة ما في مثله بغير محل. الله يوفقكم، تجنن إذاعة لذيذة نسمعها على طول. بتمنى لكم الاستمرارية والنجاح الدائم. ميلودي مش قوية، ميلودي كتير قوية. عادل كرم، لاحظت أنه كانوا عم بركزوا الجماعة آخر فترة على موضوع التوعية للمواطن أنه يفرز النفايات، من بعد ما علموا العباس كيف نفرزهم بقلت بلا بعد ما فرزناهم شو ما تخافش، هن البلدية برجعوا بيخلطون وبزلطون مع بعض. قول لإذاعة ميلودي هالإذاعة الشاب القوية تستمر. ميلودي قوية، نعيم حلاوي. مع أنه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، بس العفوية تطلع معنا لأنه نحن صرنا معودين على بعض. أنا بحب مستر لغات مثلا، لما عادل بيعمل أبو رياض أنا بضحك، بضحك من قلبي. هلأ أنا في كتار بيسألوني مثلا شو معنات I saw you Jaxus، ولا فيه لمح ولا بشكل من الأشكال. إذاعة ميلودي thank you very nice، هي ميلودي قوية و I saw you Jaxus. عباس شاهين. نعيم كتير رايق وهادي، عادل هايبر وكمان بياخد السكتشات الصعبة دايما، عباس كتير مهضوم كمان وقريب على القلب، أنجو عفوية وطيبة، رولا شامية أحلى وحدة فيهم. أنا كتير بحب كأنا خواصر وسوسو دخيله. ميلودي قوية واستفدنا لها، وهلأ من قلهم مبروك الطلة رولا شامية. بدل الشهادة في مية، متعلم ما في مثله، دنيا كلها وطايدة. كاركتر جميل، أول ما عمل ما كنا عارفين أنه هلأ حياخد ضجة، يعني بالنهاية الكاركتر نحن منركبه ومنشوف ردة فعل العالم. مجرد ما وصلت الحواجب وحطيت الشمية حطيت ربطة شعر صارت أنه صارت جميلة يعني، بس حكيوني أكيد خفت كتير، بس بعدين كتير انبسطت لأنه بالنهاية عم بشتغل مع الناس بروفيسيونال كتير وشغلهم هلقد حلو. ميلودي قوية، أنجو ريحان. برأيي احنا عم نشتغل على غير ليفل كومبليتلي، يعني الخمس أسامي الموجودين بما في مثله يعتبروا أكيد هن ليدرز بهذا المجال، كرو كتير كبير لينتج بروجرام سكتشات نص ساعة على التلفزيون، في نيو تكنيكس هالسنة بالتصوير على فكرة ما في مثله بتصور سينما، في فورما جديد رسمه ناصر كتير كتير لذيذ رح يكون عم حتى عربية، في سيت كوم ناصر سيناريو عم ينكتب ناصر وحدان، هذا رح يكون على MTV برمضان، الكاست completely different، في برنامج فكرتي وإعدادي وأكيد إنتاجنا نحن رح يكون كمان على MTV. ميلودي خاصة مع فيني، أنا قلت له هديك مرة you add the spice للFM، هذا السبايس اللي مطلوب لحتى دايما يكون في هالحركة الحلوة، وهي بطبعه وبكاركتيره كلاس وحلوة وترندي، حتى الناس يمكن ما بتسمع عربي كتير فيها تسمع ميلودي. ميلودي دايما قوية وإن شاء الله هالسنة بتكون أقوى كمان. طارق كرام، روف توب برودكشن. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. Reports on Melody.